السيارة إلها بسبب، البابين أحسن مشان العروس تفوت مرتاحة. ألو شفكت، شو الأخبار؟ الأخبار عندك أخي، شو عم تعمل؟ أنت شو قصدك يا ابني؟ أنا أخوك شفكت، أخوك يلي عرسه بكرة، قل لي شو صار معك بسيارة العرس؟ لك خلص عم أقول لك إنه مشي الحال، لا تقلق، أخذنا وعد من الرجال. أخي ما رح تصير مشكلة مو هيك؟ لك يا شفكت، كأنه حكي كله صاير بلا طعمة وعلى الفاضي. شو صارنا عم نحكي من الصبح؟ أنا شو قلت لك؟ إيه علينا، قلت لك أخذت وعد من الرجال. بعرف إنه عيب أسألك أخي، بس مين هو هالرجال؟ ما زال بتعرف عيب، لكن ليش عم تسأل؟ آه؟ أستغفر الله، ما بتعرف كل رفقاتي، منين بدك تعرف هاد؟ هذا رجال كتير منيح وموثوق، رح يجيب لي السيارة لا تاكل هم. ها ليكو إجا رفيقه يلي قلت لك عنه وجايب السيارة. يا سلام، لو تشوف هالسيارة قديشها فخمة، رح تتفاجأ كتير. أحلى سيارة عرس رح تكون سيارتك أنت، لا تاكل هم. صدقني أنا بحبك كتير. بس ولا لا تعمل لي فيها عواطف مشلخة. ايه اسمع، أنا رح أخذ السيارة وبكرة منلتقي بالعرس. بيقولوا إنه العيون ما بتتغير مع الوقت. بالفعل عيونك ما تغيروا أبداً، عن جد لساتن مثل ما تركتن. مساء الخير. بالفعل هالحياة غريبة كتير، ما بترحم أبداً، وما بنعرف لوين بتتاخدنا هالأيام هاي. عفواً يا سيد، نحن بنعرف بعضنا شيء. هي لا، معقولة ما بتعرفي عليا أهيلة؟ مين أهيلة؟ عفواً يا سيد، بس أنت أكيد مشبهني لحدا تاني. لا، شو هالحكي؟ بدي أسألك، أنت مو درستي بباريس؟ قليلي لشوف. لا، درست بتركيا هون. لا تواخذيني، يمكن خربطت. عن جد أنا خجلان منك، صدقيني ما عم بقدر طلع بعيونك من الخجل. طيب اسمعي لقلك شغلة، هلا بيقولوا كل واحد فيه له شبيهين، اليوم صدقت هالكلام، يعني الشبه بينك وبين بالما مو معقول. قلت بالما؟ بس قلت لي آيلا قبل شوي. اسم البنت آيلا، بس هي مريضة نفسيا، لهيك كانت تطلب ينادولا بالما، نفسيتها غريبة شو هي. عسى الخير، يلا انبسطي بوقتك. ايه شكرا لك، مو معقول شو غريب هالرجال. لا تواخذيني، هدول عيونك عدسات ما هيك؟ لا، هدول عيوني. اوه، على فكرة أنا بموت بالعيون الزرق. ها؟ ايه بس أنا عيوني خضر. عن جد؟ ليلة سعيدة لك. شكرا لك. واحد كوكتيل صغير لو سمحت. ألو، تفضل. أنت هيك برأيك؟ أوكي، عيونك عم يضو السهرة كلها. هذا من لطفك. شوي رح اتصل فيك، أنا رايح أحكي تليفون. هاي بالما، بصحتك. لك مين هذا المجنون؟ مساء الخير. طلعي عليه، مو معقول قديش حلو. تنعان استناني شوي لشوف. هات لنشوف شو في هون. يا سلام، وهي لقينا جزدان. ايشو هالجزدان الحلو هاد؟ صاحبه باينته غني كتير، مليان بطاقات بنك. بس صح البقالية منتظة عنده من هاي البطاقات. هالعالم بيحطوا اللي عم يسرقوهن جوات جيوبهن بدون ما يعرفوا. بلغنا جميع الوحدات يا سيد، بعد شوي كمان تجينا تسجيلات الكاميرا
ومنلاقي الحرامي. ما عم تفهم المطلوب؟ أنا ما بدي سيارة، قلت لك أنا بس بدي شوفه. ابني وين تسجيلات الكاميرا؟ صارت عندك سيدي. كان لازم تخبرني. هذا السحلية! إلى جميع الوحدات، السيارة بيضة لو حسس ماني 532 جي آر، السارق هو السحلية. تمام سيدي علي. ألو شيف كيت، أنا أخذت السيارة من رفيقي وجاي لعندك، بس والله يا أخي طلعت السيارة خيالية. أنا فايت على النفق شوي وبحكي معك. سحلية! يلا يلا بسرعة! نحن عم نراقبه سيدي. 4542 للمركز، هلا شفناه سيدي. لا تقلق يا سيد، سيارتك ما رح تتضرر، يعني بالكثير رح تضل سيارتك معه يومين. قلت لك بدي شوفه. تمام؟ جهزوا السيارات بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. يلا تحركوا. عم نراقبه حاليا. يلا يلا بسرعة. لك شو هالمصيبة هاي؟ طلعنا عنه، ما عاد شفناه. 3811 نحن عم نراقبه. شو هاد؟ شو هاد؟ صارت الساعة 5، ما معقول نمت كل هالوقت هاد. لك رح أتأخر على العرس. أخي كل هالساعات ولسه ما طلعت من النفق. ألو رد علي بقى. ألو أخي لا تتأخر بكرة، اتفقنا؟ أنا متحمس كثير، ما قدرت نام ليلة امبارح. شو وينك أنت يا أخي؟ ألو خلص فهمت شيف كيت، انت ما لازم تعصب اليوم. خلص لا تقلق انا جاي. اسمع اخي، شي ساعة بالكتير بكون عندك، ماشي؟ صدقيني بعرف انه الموضوع مهم، بس ما فيني اجي. خليكي معي، شو ابني؟ سيدي، نحن دورنا كثير بس ما قدرنا نلاقي السيارة ابدا. دوروا ابني، بدي اياكم تجيبوه لعندي الليلة، ما حدا فيكم رح يروح على البيت، إلا إذا هذا الزلمة صار عندي وخلصنا من هالقصة. يلا روحوا دوروا. طيب. حاضر. ألو. إيه هلا، أنا عم لاحق اللي اسمه السحلية. طيب هلا طيب، طيب طيب أنا جاي. طولي هالعجقة؟ ما بعرف. لا ما الشرطة بكل أرنة، أحسن شي روح على الشوارع الفرعية. بتحب ساعدك وانت عم تلبسها أستاذ؟ لا شكرا. إذا بدك تضلها بس هدول التياب، بتحب ضبلك يلي شلحتهم أستاذ؟ لا ما في داعي، فيك تكبي الأواعي القديمة بالزبالة لأني ما بحب كدس أواعي. تمام. عدم المؤاخذة أستاذ، يمكن نسيت تدفع. بعرف. شو قال؟ قال بعرف. شو قصده؟ ما بعرف. هذا الرجال بيعرف كيف يعيش. طيب خلصنا بقى، لسه السحلية السحلية بسببه تأخرنا على حفلة عيد ميلاد زهرة، حاجة تلاحقوا لهالزلمة بقى. شغلي مسك المجرمين، وهذا مو المجرم الوحيد باسطنبول. بس هذا الوحيد يلي صار عقدة بحياتنا. خلص اتركوا لهالزلمة بقى، خلي غيرك يدور عليه ويمسكه، وهيك كلياتنا منرتاح. راح امسكه هالمره، بدي امسكه اكيد، وما راح ارحمه.
خلصنا أخي؟ خلصت؟ كيف خلصت يا حلو؟ حط لك كمان شوية ورد وزينة على الشباك الوراني. أخي السيارة كلها تعبت زينة، أصلاً حرام نزينها. أستغفر الله. لك يا ابني أنت ليش عم تكتر حكي؟ عمل اللي قال لك عليه وبس. شو هاد؟ ما عم نعطيكم مصاري يعني؟ أنا بدي سيارتي كلها تتعبى ورد. بالنهاية هاي سيارتي وأنا بعمل فيها اللي بدي إياه. معك حق. اللي قديش طلع حساب الزينة؟ أنا باخد 5000 ماشي؟ بس أنت مالك غريب، بكفي 3500. عن جد؟ إيه. طيب. أستغفر الله، والله شكلي نسيان الجزدان بالبيت. على كل حال هاي شهادة سواقة خليها معك لبين ما أرجع لعندك. إيه بس ما بيصير أخدها، بيحجزوا لك السيارة. إيه صحيح بيحجزوها. منيح اللي ذكرتني، والله راحت عن بالي القصة. شلون بدي سوق السيارة وأنا ما معي شهادة؟ لك أنت أنقذت حياتي يا أخي. تخيل أني طلعت من هون والشرطة وقفتني، كيف بدي أشرح لهم القصة وقل لهم عطيت الشهادة لمحل تزيين السيارات؟ وهيك يمكن أتأخر على العروس والعريس وبتتدمر حياته للأبد. من كتر ما شغلت بهالعرس صدقني عقلي ما عاد جمع. بتشكرك لأنك ذكرتني بهي الشغلة. بتشكرك، الله يرزقك يا أخي، فضلت علي. يلا بخاطرك، يلا هات عطيني المفاتيح يا أخي. شكرا حبيبي، الله يعطيك العافية. مين هالرجال؟ ما بعرفه، هاي أول مرة بشوفه. بترجاك أويسال، بس على القليلة هالليلة ريحنا شوي. أنا اليوم ماني قدرانة اسمع بسيرة هذا السحلية بنوب. ما بدنا ننزع حفلة عيد الميلاد ممكن؟ طيب دائما الحق علي. بدك يعني روح على البيت اللي كنت أتقلع منه؟ مو صح، ما حدا قلعك منه، بس حاول تسايره لجدي شوي وبيمشي الحال. يعني شو بيصير إذا تحملته؟ هلا ما في مشكلة، أنا بتحمل، بس صدقيني ما في أي شيء رح يتغير. السيد أكرم ما بيعمل غير اللي براسه. هلأ بتشوفي. بس وينك؟ اسمعي، إذا قلعنا من بيته اليوم كمان والله ما رح دوس بيته مرة تانية طول ما أنا عايش. طمن، ما رح يصير هالشي، ولو كان رح يصير ما كانت عزمتنا زهرة على الحفلة. جدي اسمعني. ما رح اسمع، قلت هذا الشي ما بيصير بنوب. قلت لكم انه هالشرطي ما رح يدوس البيت طول ما انا عايش. بس جدي خلص، انا عزمتهم على الحفله اليوم. شو عزمتيهم؟ انت كيف بتعملي هيك شيء من دون ما تاخدي اذني يا زهره؟ بدي اخذ اذنك لاعزم اختي على عيد ميلادي يا جدي. اكيد ما رح احكي اذا عزمتي اختك لحالها. بس انت بتعرف قد ايه رح تزعل اذا عزمتها لحالها بدون ما اعزم جوزها. وهي بتعرف قديش زعلت لما راحت تجوزت هالرجال من دون ما وافق. بس يا جدي يعني القصة صارت وخلص. قلتي لي القصة صارت؟ بالنسبة إلي ما في شي صار لسه. بما إنه هي ما جابت أولاد فخليها تتركه. هذا الرجال ما منه فايدة ابنه. كيف عم تحكي هيك عن رجال باقي له 6 شهور بعمره بس؟ 5 شهور و23 يوم، يعني 170 يوم. شو انت عم تستناه باللحظة ليموت؟ الأعمار بيد الله، أنا ما حكيت شي، انتو اللي هيك قلتو. أنا ما عم بقدر أفهم كيف بتحكي هيك عن رجال كان ابنه وأبونا وكان كل شي بالنسبة لنا بحياتنا. انت زعلاني مني لأني عم أحسب له أيامه، بس كلامك بيقول إنه بكرة رح يموت. طيب خلاص وجعني راسي يا جدي. لا تكسر بخاطري، بترجاك لو سمحت جدي. طيب طيب ماشي، بس لازم يعرف بإني سمحت له يجي من شانك أنت بس، وإلا أنا ما رح خليه يفوت على هالبيت. دخيله أحلى جد بكل العالم، حياتي أنت. زهرة لازم تعرفي أني رح أتعذب بقبري إذا أنتي جوزت رجال مثل هاد. جدي شكلهم الضيوف إجوا، أنا رايحة أستقبلهم. وقفي عديو، ما في داعي تغيري الموضوع، لازم أفهم شو عم بيصير. كل ما بفتح السيرة معك بلاقي أنه تغير وشك. خليني روح شوف الضيوف. عدي لشوف، عدي. الضيوف رح يستنوا شوي، بس أنا ما فيني استنى.
أنا بس بدي شوف رجال مناسب أملك معه قبل ما أموت. ما بدي ضل بالي عندك. بس يا جدي أنا ما في أي رجال بحياتي بالمرة. مو معقول، شو هالحكي؟ طيب لإمتى؟ شو يعني بدك تضلي هيك دائما؟ زهرة، أنا رح موت بكير إذا ما شفتك متزوجة. استغفر الله، الله يحميك، شو هالكلام اللي عم تقوله؟ إذا عن جد بتحبيني وبدك يعني موت مرتاح، في طلب أخير بدي أطلبه. جدي ما بدي اسمع اعتراض بنوب، رح تتجوزي. عم بسمعك شفكت. شو وينك انت يا اخي؟ ليك شفكت، بعتذر منك، انا ما رح اقدر اجي. ولك انت دائما بتخجلني وانا ماني مستغرب من هالشي، بس تخجلني بليلة عرسي؟ اي والله ما بيصير. شو هاد يا لك؟ جاي حاجة تعصب. صدقت المزحة؟ لا لا اخي ما صدقت. اي واضح انك ما صدقت، انا شوي كنت رح تبكي. يلا سكر ليكني جاي على الطريق. زهرة شو وينك انتي؟ الكل عم يستنوكي. شو ما قدرتي تقنعي جدك؟ ما رضي انه يجي لهون؟ لا مشي الحال، اقنعته ورضي انه يجي. طيب شو مشكلتك؟ جدي كان عم يطلب مني هلا اني اتزوج قبل ما يموت. فكرت انه في مشكلة، شو الجديد بالموضوع؟ هالمرة كان مصمم كتير وبده يعني يقرر هلا. بتعرفي انه الموضوع صعب، قلي لي شو بدي اعمل؟ ما بيصير تفكري بهالموضوع هلا، لانه الضيوف عم يستنوكي برا. شو هالسيد اكرم هاد؟ على ما يبدو مصر انه ما يموت قبل ما يجوز حفيدته الغاليه. أهلين فيكم. يا هلا شرفت. الجو كتير حلو اليوم. أهلا وسهلا. شو طمنيني كل شيء تمام؟ انبسطت كتير بشوفتك. معك حق، من الصبح ولهلا وأنا عم فكر شو بدي ألبس. دوري لشوف، طلع حلوة كتير. إمتى بدها تخلص هالليلة المملة بقى؟ صدقيني لولا خاطر جدي ما بقعد هون دقيقة واحدة. إيه إيه. ميليس، اسكتي. أها. إنتوا رحتوا شي؟ ليكي أمي جاتاي هون شوي وبرجع. إيه؟ طيب. انت اللي قلتي له لجاتاي انه يجي؟ لا مو انا، هو يلي عزم حاله لحاله على الاغلب. كيف يعني؟ هو سالني فيني اجي على حفله عيد ميلاد زهره، وكنت مضطره انه اقول له ايه وخليه يجي على الحفله. وانت كيف بتعملي هيك وبتقولي له يجي وبتعرفي اني انا ما بحبه سيلين؟ طيب شو بعمل؟ قلت لك هو احرجني، شو بقلعه زهره؟ اي نعم. غريب، عن جد انا مستغربه منك. جاتاي؟ اي لازم. ميليس؟ تفاجأت انك اجيت، بس انبسطت كثير. اسمحي لي روح سلم على صاحبة عيد الميلاد. زهرة، كنت حابب تشكرك على الحفلة الحلوة. العفو يا سيد جتاي. أختي وصهري إجوا، إذا بدكم فيكم تكملوا حديثكم، أنا رايحة أستقبلهم وبرجع. لا عن جد مو معقول. يا سلام، يلا شو فيها محلاها؟ لك شو هالسيارة أخي؟ بحياتي كلها ما بحلم أركب بهيك سيارة. حبيبي شو أنت قليل لنجيب لك سيارة عادية؟ أنت أخي. ألف مبروك. مبروك مرت أخي. الله يبارك. يلا خلونا نرقص بقى. يلا يلا أخي هل تكتابك لشوف؟ ألف مبروك. يلا يلا رقصوا كلكم، هذا عرس أخي.
يلا يلا ايوه يا عيني عليك. اهلا فيكم. ورجيني هيك لشوف. كأنك نحفانة كتير. خير اختي صاير معك شي؟ طمنيني. لا شو بده يصير، بس كنت تعبانة بسبب تحضيرات الحفلة. بتعرفي انت بس من التحضيرات؟ ايه بس هيك. قوليلي قدرتي تقنعي جدي؟ خلص لا تقلقي اقتنع. ايه منيح. لحظة بشو بدها تقنع جدي؟ على هالحالة اذا بدها تصير مشكلة فخليني امشي. لا ما رح يكون في اي مشكلة. شو هالحكي هاد؟ ما في داعي تكبر القصة كتير، موضوع عادي مو هيك؟ اهلا فيك صهري. اهلا فيكي. شو بصهري كأنه معصب من شي؟ لا بس عم يلاحق السحلية من الصبح ومتضايق من الموضوع. سحلية شو اختي؟ هالمرة اكيد رح امسكه وما رح خليه يفلت من ايدي. انا بعرف شغلي معه. اوي سال انت عم تقول هذا الحكي من سنين طويلة. انا ما عم افهم شو بدك تساوي بالسحلية لما تمسكها يعني؟ لك هي مو السحلية يلي بتعرفيها، هذا بني ادم مثلنا. قلتي بني ادم؟ اليوم قربنا منه كتير وكنا رح نمسكه، قربنا كتير، بس اضطريت اجي على حفلة عيد ميلادك. ما كان لازم يهرب، بس مو مشكلة، بكرة رح امسكه اكيد. حياتي شو كنا عم نحكي بالطريق؟ مو انت وعدتني انه اليوم ما رح تحكي بموضوع هذا السحلية؟ لك طيب معلش زهرة، انت شاهدي على حكي. هلا انا اللي فتحت موضوع السحلية اول ولا هي؟ ما حدا، انا اللي فتحتها. انا. يلا تفضل. يلا برافو برافو سنة وانت سالمة. برافو، عيد ميلاد سعيد حبيبتي، بتمنى لك السعادة طول العمر. شكرا لك جدي حبيب قلبي. انت وانت حتعطيني اكبر هدية لك وهي زواجك. عيد ميلاد سعيد. السحلية لازم تدوروا منيح لحتى تلاقوك. أمي كأنه تصرفات زهرة غريبة مو هيك؟ بتمنى لك النجاح والصحة والسعادة دائما. عم تتصرف بطريقة غريبة وتأثر على جاتاي، حقيرة. حبيبتي شكرا كتير لإلك. طبيعي تتصرف هيك لأنه السيد أكرم ما بيشوف حدا بالدنيا غيره، وصار له فترة مصر إنه يجوزها قبل ما يموت. كل سنة وانت سالمة زهرة، تفضلي هديتك. شكرا كثير لك جاتاي. مين الغالي؟ وهي الثانية والثالثة، هدول مشان ايديك الحلوين. وانت اخي اكيد ماني نسيانك، ان شاء الله الف مبروك يا رب. اخي مبروك الله يبارك فيك. انا هون تمام عم بستناكم. اي تمام. شو جدي؟ شو ما بدك تسلم على سهرنا أويسال؟ شو ما بيكفي إني ما قلعته؟ يلا كيفك جدي؟ كتير منيح إنك أصريت على زهرة تحتفل بعيد ميلادها، وإلا إذا بتتركها ما بتحتفل أبداً. الله بقيتك مبسوطة اليوم، شو القصة؟ الظاهر قررتي تطلقي؟ جدي بترجاك أويسال؟ حياتي مانك شايفة إنه الرجال ما بده ياني أبداً، وأنا أصلاً ماني عارفان ليش بيجي لهون بعد كل هذا. خلاص تحملوا. أخي صدقني أنا ما فيني أدفع كل هالمصاريف يلي دفعت لي إياها. أستغفر الله، لا تكون سخيف يا شفكيت. طلع فيني أخي، كل تكاليف الفندق والعشاء مدفوعة ماشي؟ انبسطوا وكلوا واشربوا وروقوا حالكم يلا. اي بس انا ما راح اقدر اوفيك الشيء اللي عملته معي ولو بدي اعيش 100 سنة. ايه يلا امشي بلا هالحكي هاد. يلا الف مبروك مرت اخي. شكرا لك اخي. شكرا اخي. يلا انبسطوا بوقتكم. ايه يلا تعالي امسك ايد عروستك. يلا امسكها لشوف.
صار معكم؟ للأسف فقدنا أثر سيدي. فهمت عليك. طيب خلص فهمت عليك. أنا بفرجيك يا سحلية بأي جحر متخبي. خير أختي؟ شو ليش واقفة لحالك وما عم تحكي مع حدا بنو؟ شو يلي صاير بينك وبين جده؟ قال لي إنه زواجي أمنيته الوحيدة قبل ما يموت وما عاد عرفت شو بدي أعمل. بتعرفي هو ما لازم يزعل. بظن إنه هالموضوع منيح لأنه إذا ما تدخل جدي ما رح تتزوجي. أختي الله يخليكي والله أنا مو متحملة. طيب خلص عم بمزح معك، لا تزعلي أنا رح أحكي مع جدي. استني لا تروحي تحكي معه. أنتي بتعرفي إنه هو متضايق كتير بسبب ساري. تعال شوف اللي جرالي من بعدك. سهرانة من وجدي بنادي خيالك من قدك. يا حبيبي الحقني تعال شوف اللي جرالي من بعدك. مين انت ولك؟ فهمني لشوف شو جابك على بيتي؟ ها؟ صدقني انا ما كنت بعرف ابدا انه هذا بيتك. وهلا عرفت انه بيتي. عرفت بس صدقني انا ما اجيت لحتى اعمل اي شيء بنوب. شو انت مجنون ولك؟ مين بعتك لهون يا حقير؟ والله ما حدا بعتني لهون ابدا يا اخي. ولك؟ اللي لشوف مين يلي عم تشتغل معه؟ انا ما بشتغل مع حدا بنوب، اللي بيشوف بدي احلف لك لحتى تصدقني. لك شو عم تضحك علي ولا؟ ها؟ استغفر الله يا أخي، مشان الله كيف بدي اضحك عليك وأنا بهي الحالة؟ اللي أنت اللي عم تضحك علي مو أنا اللي عم بضحك عليك. بكبسة بتكومني بالأرض لا من تمي ولا من كمي. فيك تبعد هالمسدس وتحطه على راسك وبعدها بتعرف أنه أنا ما عم بضحك عليك. خراس خراس بضحك عليك وعلي أكبر منك كمان. أنا شايف من أمثالك كتير بحياتي ولك. بعرف بعرف أكيد فيك تضحك علي وعلي أكبر مني كمان. ما رح تقلي شو اللي عم تعمله هون؟ بعدين شو هاد؟ كمان لابس البرنس تبعي؟ يلا يلا اشلحوا بسرعة. طيب أخي طيب خلص رح اشلحه فورا. إذا المشكلة بالبرنس فها خليك لابسه. طيب. البسه لا تشلحه. تمام وقف. اسمع لشوفوا لا سافل، انت جاي لهون لتسرق بيتي ما هيك؟ أخي والله العظيم أنا مو حرامي، يعني صحيح أنا فت على بيتك ونمت هون كم يوم، بس صدقني أنا ماني حرامي ولا بعمل هيك. لقيت البيت فاضي وقلت لحالي حرام إنه ينترك، بس صدقني أنا ما كنت أبقى هون كتير، يعني بس مبارح واليوم وكنت بدي أطلع الصبح مشان الله. إذا بدك فيني روح هلا، أنا ما بضل بمكان ما حدا بده يعني فيه. أنت اللي حطيت هاللوحة هون؟ شو قلت؟ عم بسألك أنت اللي علقت اللوحة؟ الفرحة اللي بهي اللوحة وقيمتها الكبيرة ما حسيتهم متناسقين، لهيك أنا قلت لحالي خلص رح أقيمها من مكانها وعلقها هون. بعدين دورت بكل البيت وما لقيت مسمار إلا بهذا المكان. هي المرة السافلة خانتني. حقيرة وخاينة. كيف؟
كيف بتعمل هيك برجال مثلي؟ ها؟ شلون بتعمل هيك فيني قلي؟ أكيد ما بصير تعمل هيك بأخي أكيد، هاي المخلوقة وحدة واطية. أوعك تقرب خطوة وإلا صدقني رح تندم. ها؟ لك شو اللي عم تقوله أنت؟ يلا قوصني لشوف، ما أنا بالأساس كنت بدي انتحر. شو لك؟ لك يلا ليش واقف؟ بس ولك يلا قوصني لشوف، يلا يلا بترجاك أخي لا تنتحر هلا ولا بيتهموني بجريمة قتل. واقف واقف أوعك لك لا تعمل هيك. يلا لا يا مجنون لا يلا أوعك يا مجنون شو عملت؟ ليك اسمعني، لك أنت شو سويت بحالك؟ شو هذا اللي عملته بحالك؟ لك لك شو هالبلبل اللي بلاتني فيها؟ عايش لساتك عايش، إيه. انت رح تعيش، لازم تعيش، إيه. لازم تعيش، إيه. رح تعيش. اتصل بالاسعاف، الاسعاف رح اتصل فيهم، ما بيطلع بوشي غير المجانين. يا ربي منين الله بعتلي هذا المجنون هلا؟ الو الو بدنا اسعاف بسرعه، الحاله مستعجله، رح اعطيكم العنوان. ألف مبروك. أعطيني الظرف أخي. تفضل هاي الظرف. شكرا كثير لك أخي. هذا هو السحلية، نفس رقم السيارة. يلا بسرعة بسرعة اتحركوا بسرعة حقه يلا. نعم شو قلت؟ أنا جاي فورا، خليكن عم تراقبوا. حياتي شو لوين؟ لقوا السحلية وأنا لازم روح فورا لالتحق فيه. شو عم تحكي؟ مشان الله لا تعمل هيك. لا لا لو سمحتي زهرة، بعتذر كثير منك، أنا لازم روح، الموضوع كثير مهم، ما فيني ضل. هالمرة أكيد رح أمسك السحلية. استنى شوي ويسار. خير شو لوين راح هذا المجنون؟